Here's a treat for all of you. That's so sweet, thanks. <laughs> thanks. Thank you. Hey, girls. Hey. Nostia, get me a cup of coffee. I have a splitting headache. The most important thing for me right now is coffee and a cigarette. Otherwise, without coffee, I won't be able to focus. Well, maybe you should take some aspirin? Thank you. Here's a treat for all of you. That's so sweet, thanks. <laughs> thanks. Thank you. Hey girls. Hey, Nastya, get me a cup of coffee. I have a splitting headache. The most important thing for me right now is coffee and a cigarette. Otherwise, without coffee, I won't be able to focus. Well, maybe you should take some aspirin. Thank you. Here is a treat for all of you. treat بطلها هوا في حرف T ت treat Gift Treat Present بمعنى وكلمة present بتيجي بمعنى الحاضر او الحالي وايضا الزمن المضارع ده بجانب كلمة هدية برضو كلمة treat بتيجي بمعنى يعالج وكلمة treatment بتيجي بمعنى معالجة او دواء وده في الجزء الطبي كلمة that's so sweet thank you معناها ده لطف منك او لطيف منك جدا يعني فشكرا كلمة سويت بتيجي بمعنى حلوة او حلو او لطيف او تيستي يعني لذيذ المذاق وبتيجي بمعنى حلوة برضو اللي هي الكاندي جيت مي معناها اعطيني فنجان قهوة كافي اللي هي القهوة كافي اللي هي المقهى اللي بيتقعد عليها جيت مي بتساوي جيمي في اللغة السريعة فبتبقى معناها اعطيني برضو Split معناها شق مشقوق انشقاق يفلق يشق ينقسم لما اجي اقول مثلا امثله زي split the workers into two groups يعني قسم العمال لمجموعتين there was a split in the wall يعني يوجد صدع او شق في الحيطه ممكن اقول I have a splitting headache يعني عندي صداع فالق دماغي نصين يبقى هنا انا ممكن اقول I have headache كويس يعني انا عندي صداع بس انا ممكن ابقى اللغه بتاعتي اقوى اللي انا اعبر عن مدى صعوبه الصداع ساعتها هقول I have a splitting headache يعني أنا عندي صداع فالق دماغ نصين Right now معناها دلوقتي حالا The most important thing for me now معناها الشيء المهم بالنسبة لي دلوقتي Drink coffee معناها يشرب قهوة Smoke cigarette معناها يدخن سجارة طبعا احنا في مصر بنقولها يشرب سجاير Otherwise بطريقة أخرى بصورة مختلفة من ناحية أخرى without coffee I wouldn't be able to focus بمعنى من غير قهوة مش هقدر أركز You should take some aspirin يعني لازم تاخدي أسبرين كده خلصنا درس النهاردة استمتعوا بيومكو وذاكروا كتير عشان المعلومة حفظ. باي باي